لعبة الحبار أو بما يعرف سكويد جيم هو عبارة عن مسلسل تلفزيوني درامي كوري جنوبي مؤلف من 9 حلقات، تم إنشاؤه بواسطة المخرج المعروف هوانغ دونغ هيونغ، ويتم عرضه لأول مرة في جميع أنحاء العالم في 17 شتنبر 2021 على نتفليكس. نكتشف ألعاب مميتة للأطفال، أيضا صراع طبقي مميت. مثل العديد منكم لقد صادفت هذه السلسلة التي اكتسحت جميع بقاع العالم واحتلت المرتبة الأولى في 90 دولة، والتي جعلتني أفكر في أعمال الفلاسفة وعلماء الاجتماع من بين أشهرها في التاريخ. باختصار، الكثير من الأشياء اللي أقوله عن هذه السلسلة المثيرة للاهتمام والمليئة بالرسائل. في 12 أكتوبر 2021 أعلنت نتفليكس أن المسلسل قد حقق أفضل بداية على الإطلاق على منصته بإجمالي 111 مليون مشاهدة في 27 يوم فقط، متجاوزا المسلسل الأمريكي The Chronic of the Bridgerton مع 82 مليون مشاهدة في شهر واحد. في هذه السلسلة تمت دعوة 456 شخصا جميعهم يواجهون صعوبات مالية في الحياة للمشاركة في مسابقة بقاء غامضة من خلال المشاركة في هذه السلسلة من الألعاب الأطفال التقليدية، ولكن مع التقلبات القاتلة يخاطرون بحياتهم للتنافس على جائزة قدرها 45.6 مليار وون، أي حوالي 32 مليون يورو. هناك 4 نقاط التي يجب مناقشتها والتي تثير الاهتمام والتي تشبه حد كبير فيما نعيشه في مجتمعنا أو ما سنعيشه في المستقبل القريب. أول نقطة، الخضوع للسلطة بالتزام بالعقد الاجتماعي. بالفعل أول ما نراه من الحلقة الأولى من الأشخاص الذين يدخلون اللعبة يجب أن يوقعوا على عقد الذي يوافقون فيه على شروط اللعبة ويقبلون الطاعة والخضوع للرجال الذين يرتدون البدلة الحمراء، ومن ثم إطفاء الشرعية على سادة اللعبة. بعض الأعمال العنف أثناء الاختبارات على المرشحين مسموح بها من طرف هذه السادة. ينظر العلماء الاجتماع إلى السلطة عموما على أنها قوة شرعية، سلطة تحتاج إلى إكراه من أجل احترامها وطاعتها، وهذا ما يتمثل في الدولة في هذا المجتمع البشري الذي يطالب داخل منطقة محددة بنفسه وينجح في فرض الاحتكار بالعنف الجسدي المشروع. المفهوم الذي وصفه ماكس ويبر عالم اقتصاد وعالم اجتماع ألماني، لأن المواطنين يقبلون المنظمة وهي المجتمع الذي يتم فيه الاعتراف بالشرطة على أنها السلطة الرئيسية الوحيدة، وهذا ما يصف هذه السلسلة التي تشبه المجتمع المصغر الذي يديره الرجال ذو البدلة الحمراء على الرجال ذو البدلة الخضراء. ثاني نقطة، تكافؤ الفرص. إذا لاحظتم جيدا في هذه السلسلة فغالبا ما سترون أو أن السيد يقرر دائما أن اللاعبين متساويون، ولكنك بالفعل تظن أن هذا الاعتقاء صحيح في بداية المسلسل بأنهم يواجهون اختبارات لديهم تقريبا نفس العمر ويرتدون نفس الزي الرسمي ويبدأ الجميع الاختبارات بنفس المستوى من المعلومات النظري، ولكن الشيء هو أنه عندما تبدأ الألعاب سوف ترى أنها لم تعد كذلك. فقد لعب بعض الأشخاص بالفعل هذه الألعاب غشا ضد الضعفاء، وأيضا هناك لاعبين لهم معرفة مسبقة بفضل مهنتهم. على سبيل المثال ألعاب الجزء الزجاجي، إذا نرى أنه ليست هناك أي مساواة ما بين اللاعبين كما ذكر السيد اللعبة. لكن ما هي العلاقة التي تربط ما بين تكافؤ الفرص والمجتمع؟ العلاقة هي أن منذ أن كنا صغار فقد قيل لنا مرة تلو الأخرى أننا جميعا فرصنا متساوية، وبغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، وأنك تبدأ في الحياة بنفس الفرص مثل الآخرين، ولكن في الحياة الواقعية هذا ليس صحيحا. يلاحظ بيير بورديو عالم الاجتماع أن الأفراد ليسوا متساويين. لتفسير ذلك طور نظرية كاملة تحتل العواصم الأربعة. يتميز الأفراد بعدم تكافؤهم في حيازة رأس المال، لديهم مستويات مختلفة من رأس المال الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والرمزي على حسب نشأة الفرد داخل المجتمع. هناك نقطة أخرى تبدو لي مثيرة للاهتمام، وهي أن جميع اللاعبين هم أشخاص عاشوا بشكل أو بآخر على هامش المجتمع وهم مدنيون ولم يتم دمجهم جيدا في المجتمع عندما ينضمون إلى اللعبة. يوضح هوارد إس بيكر أن الانحراف ليس فقط بسبب وصمة العار،
الانحراف هو مصطلح يستخدم في العلوم الاجتماعية الأمريكية للإشارة إلى السلوك الذي ينحرف عن القاعدة. الانحراف عن المجتمع الذي يعني في الواقع أن الأشخاص الذين لا يتوافقون مع قواعد المجتمع وأنهم فجأة مندمجون في هذا المجتمع ويلقون ذاتهم، وبالتالي يكادون يصبحون مرئيين بعدما كانوا غير مرئيين في مجتمعهم الحقيقي في أعين الآخرين. لذا فإن الهامش هذا هو ما يصف ذلك، يختار المنظمون الأشخاص المدنيين الغير مرئيين في مجتمعهم الحقيقي والذين لا يحترمون القواعد والمعايير ولعبة الحياة الذي لن يتم ملاحظة اختفائهم في الحلقة الثانية. نلاحظ في الحلقة الثانية أن اللاعبين يعودون إلى الألعاب بعد أن تخلوا عنها لأنهم على الهامش المجتمع، لا يمكنهم تغيير ذلك حتى إذا كان على حسب تضحية بحياتهم. ويجب الإشارة بأن الحلقة الثانية من المسلسل هي الوحيدة التي كانت خارج اللعبة أي في الحياة المجتمع، وسميت بالجهنم بالإشارة إلى المجتمع الذي لا يريدون العيش فيه. النقطة الثالثة هي استبعاد والتمييز. تتعامل السلسلة أيضا مع الطرد الاجتماعي عندما يرفض شخص ما لسبب ما مثل وضعه الاقتصادي أو أصله أو جنسه أو إعاقته. على سبيل المثال، عندما يتعين على الفرق أن تتعاون في لعبة شد الحبل يرفض اللاعبين الأضعف. أيضا نرى أن الرجل العجوز الذي وضع جانبا، وأيضا نرى أن هناك رجل ليس لديه أصبع يخفي إعاقته لكي لا يثير الشبهة. رابع نقطة هي الصراع الطبقي. في هذه السلسلة يتخيل بعض الأشخاص على أنهم رموز للطبقات المحفوفة بالمخاطر أكثر من غيرها، والتي ترمز إلى الطبقة العاملة التي تكافح، ويمثل الآخرون العمال المهاجرين الذين يجدون صعوبة في الاندماج في المجتمع الكوري الجنوبي، وهناك ما يزالون لاجئين فروا من كوريا الشمالية عكس آخرين الذين يتم تمثيلهم كأسياد اللعبة على أنهم أغنى الأشخاص الذين لديهم الكثير من المال، لدرجة أنهم يستمتعون بمراهنة على اللاعبين أو حتى ليتقاتلوا من أجل أن يستمتعوا بهذه اللحظات. نرى أنهم مجرد بيادق للمنظمين عندما يدخلون اللعبة ويتم استعمالهم كما يريدون. يتم استبدال أسمائهم أيضا بأرقام، وهذا ما يمثل أنهم يزيلون هويتهم ويجردونهم من إنسانيتهم ليصبحوا وحوش. الصراع الطبقي هو تعبير يشير إلى التوترات في المجتمع الهرمي مقسم إلى طبقات اجتماعية مختلفة، كل منهما يناضلون من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي والاقتصادي. والنموذج النظري يفسر مخاطر هذه المواجهة التي قد تؤدي لاندلاع ثورة عالمية.